سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم طاجين السمك. هانتوما كما كتشوفوا عندي هنا المقادير وجدتهم. كما شفتوا هنايا عندي البصله قطعتها طرف صغار، وعندي هنا خيزو حتى هو قطعته طرف صغار كما كتشوفوا هانتوما. وعندي هنايا الربيع والثومه كما شفتوا. عندي هنا السمك اللي غنحتاجها هو، وعندي هنايا الملحه والابزار كما شفتوا. وعندي هنا بطاطا قطعته طرف كبار، وعندي هنا معلقه صغيره ديال الخرقوم، ديال السكنجبير، الكمون والتحميره كما كتشوفوا. عندي هنا شويه الزيت هانتوما كما كتشوفوا. هادو هما المقادير. وعندي هنا مطيشه حتى هي قطعتها طراف، وعندي هنا الفلفله حتى هي كما كتشوفوا البنات. والبنات تقدروا تزيدوا حتى الحامض، انا نسيتو ما حطيتوش لكم هنايا الحامض والزيتون حتى هو البنات. هانتوما هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. تابعوا معايا الفيديو البنات باش تعرفوا الطريقه. كما كتشوفوا ديك العطريه اللي شفتو معها الربيع والثومه والزيت، خلطهم مع بعضياتهم. ها هما دابا غادي نبدا ندير فيه الحوت ديالنا هو، وغادي نخلطهم مزيان بحال هكا مع بعضياتهم باش تشرب لينا مزيان العطريه ديالنا بحال هكا. كيجي لذيذ بزاف وزوين بهذه الطريقه هانتوما. وغادي نخليهم دابا بحال هكا واحد 5 دقائق هانتوما، كيجي زوين بزاف البنات. ودابا درت الطاجين ديالي فوق العافيه، ودرت فيه الزيت، ودرت فيه هاد خيزو كما كتشوفوا هانتوما. دابا غادي نزيد البصله. الطاجين ديالنا كيجي زوين بزاف ولذيذ بهاد الطريقه، وما كيحتاج بزاف ديال الوقت باش يطيب. وهانتوما معايا كما شفتو، من بعد ما حطيت خيزو حطيت البصله، دابا حطيت الحوت ديالنا. ودابا غادي نزيد البصله اللي بقات ليا حتى هي، درت نص لتحت، ودابا عاوتاني كندير نص في الفوق كما كتشوفوا. بعد ما درت الحوت زدت البطاطا وزدت مطيشه وزدت الفلفله. هانتوما البنات ذوك المقادير اللي شفتو البنات، ها هما دابا حطيتهم. وفي الاخير كندير ليه الربيع هو، وكندير ليه هاد العطريه اللي بقات ليا من الحوت هانتوما. طريقه سهله البنات وزوينه بزاف، والطاجين ديالنا كيجي لذيذ بزاف وما تشبعوش منه هانتوما. هاد الطاجين ديالنا البنات كما شفتوا دابا وجد صافي، دابا غادي نخليه يطيب. ها هو في الاخير درت ليه شويه الملحه، صافي دابا غادي نغطيه وغادي نخليه يطيب هانتوما معايا. وهاد الطاجين ديالي وجد البنات كما شفتوا، عرفتوا واحد الريحه، واحد الريحه فنه البنات. عرفتوا البنات الطريقه سهله بزاف وزوينه، وما كيحتاجش بزاف ديال الوقت فوق العافيه، دغيا كيطيب البنات هانتوما. والطاجين ديالنا طلق غزال وزوين بزاف وبنين. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه، جربوها البنات وردوا عليا، راه زوين بزاف البنات هانتوما. ما تنساوش تخليوا لي راكم في التعليق وشي جيم وشي اشتراك في القناه. وبسلامه عليكم. ما تنساوش تبارطاجيو فيديو مع اصحابكم، الناس اللي دخلوا جداد ما تنساوش تخليوا لي شي جيم وشي اشتراك في القناه. بسلامه عليكم.